بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائنا الطلاب، طلاب سكندري 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. طبعا ما ننساش كالعاده نعمل سبسكرايب للقناه ونعمل فولو لصفحه مستر ساينس على الفيسبوك عشان تقدروا تعرفوا كل الجديد يا اولاد، ووقت ما انزل الفيديو تكونوا متابعين معايا ان شاء الله. كمان ان شاء الله النهارده كمان هيكون في حصه فيزيكس، هنحل مع بعض موديل اكزام كده مع بعض، نشوف الاسئله المكرره معانا ونحلها مع بعض، وعشان تطمنوا ان شاء الله للامتحان. وعايزكم في التعليقات تقولوا لي، تقولوا لي نحل يا ترى اسئله كل درس الاول لوحده ولا نحل موديل اكزام. في التعليقات عرفوني وقولوا لي ان شاء الله انا هعمل اللي انتوا هتكونوا عايزينه. النهارده الدرس بتاعنا هنكمل كلامنا عن اللي هي طبعا تشينجز. خلصنا ليسون 1 اللي هو هيت تشينجز، طبعا اكومبانينج تو فيزيكال تشينجز. النهارده هنتكلم عن الهيت تشينجز بقى المره دي اكومبانينج تو كيميكال تشينجز، يعني المره دي ايه هي التغيرات الحراريه اللي بتصاحب الكيميكال تشينج. يعني ايه بقى يا مستر؟ يعني المره دي عندي في رياكتانس، مواد بتتفاعل مع بعضها، وعندي في برودكت، في نواتج، والاثنين مختلفين عن ايه؟ عن بعض. يعني الرياكتانس مواد مختلفه عن النواتج طبعا اللي بتطلع. في بعض بقى الرياكشنز بيكون مصاحب للكلام ده هيت انرجي، يعني بيصاحبها هيت تشينجز، تغيرات حراريه، فبيسموه باسم ايه؟ بيسموه باسم هيت تشينجز اكومبانينج تو كيميكال تشينجز، يعني تغيرات حراريه مصاحبه للكيميكال تشينجز، تغيرات مين؟ الكيميائيه يا ولاد. يلا مع بعض نشوف مين هي انواع. طبعا في انواع كتير يا ولاد من الهيت تشينجز اكومبانينج تو كيميكال تشينجز، بس هناخد الاكزامبلز اللي عندنا، هناخد الستاندرد هيت اوف كومباستشن، وهنتكلم عن الستاندرد هيت اوف فورميشن. يعني يا مستر؟ يعني الحراره الناتجه عن الاحتراق، تمام، كلمة combustion يعني احتراق، والstandard heat of formation اللي بيسموه باسم حرارة التكوين، وهنعرفها إن شاء الله في الجزء الثاني من الدرس بتاعنا. فهنبدأ الأول حاجة اللي هي الstandard heat of combustion. طيب مستر يعني إيه كلمة combustion بصفة عامة؟ طبعا الأول بنرمز للstandard heat يا ولاد of combustion بالرمز دلتا H، دلتا H C، C دي جاية من كلمة طبعا combustion. طيب مستر ايه تعريف كلمة combustion بصفة عامة؟ يعني ايه كلمة احتراق؟ طبعا it is the fast combination between the substance and the oxygen، يعني لما المادة بتاعتك بتحصل لها reaction، يعني مثلا عندي example like مثلا methane gas اللي هو CH4، لما يعمل reaction مع مين يا ولاد؟ مع الاكسجين، تمام، طبعا في وجود الهيت حرارة، ما انا هعمل احتراق ازاي؟ فيحصل ايه؟ يحصل fast reaction. fast reaction يعني تفاعل سريع ما بين الاكسجين ومين؟ والسبستانس. بيسموا ساعتها الرياكشن ده بيسموه باسم ايه؟ كومباستشن. طيب ده يا مستر معنى كلمه كومباستشن. طيب امال يا مستر لو حصل كومبليت كومباستشن اوف سام اليمنتس اند كومباوند بروديوس لارج اماونت اوف انرجي، تمام، يعني لما يحصل احتراق كامل بقى، لما يحصل احتراق كامل للماده دي في وجود الاكسجين او اكزيس اماونت اوف اكسجين، تمام، بيسموها ساعتها بالهيت اوف كومباستشن بقى، الحراره بقى اللي بتطلع سواء كانت حراره او لايت او بوث اوف ذيم او هما الاثنين، بيسموهم باسم او ريليز دي انرجي دي يا اولاد بيسموها باسم ايه؟ بيسموها باسم الهيت اوف كومباستشن، حراره الاحتراق. تاني يبقى اللي فوق ده الديفينيشن بتاع الكومباستشن بصفه عامه، يعني تعريف عمليه الاحتراق. طب يا مستر بقى الهيت اللي هي ريليزد فروم ذا كومباستشن بروسيس، يعني الحراره اللي بتنتج من عمليه الاحتراق دي بيسموها باسم ايه؟ بيسموها باسم هيت اوف كومباستشن اللي هي دلتا اتش سي. يا رب كده نكون لحد دلوقتي فاهمين. طب يعني ايه برضو الهيت اوف كومباستشن بقى؟ الديفينيشن بتاعها، اسمع كده الكلمه دي هقولها قبل طبعا النوت اللي فوق دي، طبعا انت ذا كوانتيتي اوف هيت، طبعا انا بتكلم عن ايه يا ولاد؟ بتكلم عن هيت اوف كومباستشن، يعني كميه من الحراره. يبقى ايه الديفينيشن بتاعها؟ انت ذا كوانتيتي اوف هيت طبعا ليبريتد او ريليزد on complete combustion of one mole of substance in an excess amount of oxygen. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما تكون عندك ماده substance واتحرقت احتراق كامل complete combustion of one mole من substance دي in an excess amount of oxygen، في كميه كافيه من الاكسجين، لما تتحرق في كميه كافيه من الاكسجين ساعتها بتنتج حراره، اهي الكوانتيتي اوف هيت ريليزد ديت، الحراره اللي بتطلع دي بيسموها باسم ايه؟ بيسموها باسم هيت اوف كومباستشن اللي هي دلتا اتش سي. طب مستر هو احنا هنا ليه ما قلناش ابزوربد؟ برافو عليك. هنا الهيت اوف كومباستشن يا اولاد
دايما بتكون ريليزد انرجي، حراره الاحتراق دايما بتكون طاقه منطلقه. طبعا انت لما تحرق فحمه اكيد مش الفحمه دي هتمتص منك الحراره، بالعكس ده هتديك هيت انرجي. ولما تحرق ورقه، يعني كل عمليه كومباشن، كل عمليه احتراق بينشا عنها ايه يا اولاد؟ ريليزد هيت انرجي. عشان كده نطلع للنقط اللي فوق بقى كده، دلتا اتش سي اللي هي الهيت اوف كومباشن فاليو اولويز نيجاتيف ساين، دايما بتكون نيجاتيف ساين. يعني دايما يا اولاد الدلتا اتش سي هتكون الساين بتاعتها ايه؟ نيجاتيف. ليه؟ لان هي تعتبر ريليزد انرجي، ريليزد هيت انرجي، طاقه حراريه ناتجه. طيب افرض يا مستر الكومباشن بروسيس دي حصلت في الستاندرد كونديشنز اللي هي ايه؟ اللي هي الروم تمبريتشر، في درجه حراره الغرفه العاديه اللي هي 25 ديجري، وفي اتموسفير ايكوال 1 اتموسفيريك بريشر اللي هي ضغط جوي اللي هو الضغط الجوي المعتاد. طبعا بيسموا ساعتها الهيت دي باسم ايه؟ ستاندرد هيت اوف كومباشن. ستاندرد هيت اوف كومباشن اللي هي دلتا اتش سي نوت طبعا فوق كده اللي هي الستاندرد. طب يا مستر ايه الديفينيشن بتاعها؟ نفس الكلام، بصوا كده، يعني ادي الهيت اوف كومباشن فوق وادي الستاندرد هيت اوف كومباشن. دوروا معايا على الكلمه بس اللي بتفرق. بصوا هنا، it is the quantity of heat released when one mole of substance is completely combusted. A. It is the quantity of heat liberated or released when or on the complete combustion of one mole. لحد دلوقتي مفيش جديد. هنا in an excess amount of oxygen under standard conditions. هي دي بقى الكلمة اللي بتفرق. هنا in complete amount or in excess amount of oxygen، في كمية برضو مناسبة من الأكسجين. بس لما يكون الاحتراق ده حصل في الستاندرد كونديشنز اللي احنا قلنا عليها الاتموسفيريك 20 روم تمبريتشر، روم تمبريتشر والاتموسفيريك 1 بريشر 1 اتموسفير، يبقى ده معناه ان انا بتكلم عن الستاندرد هيت اوف كومباستشن يا اولاد. طيب كده قبل ما ننقل للشيت الثالث، تعالوا بس نتاكد كده من حاجه. عرفنا يعني ايه كومباستشن بروسيس، عرفنا بصفه عامه ان الهيت تشينجز اكومبانينج تو كيميكال تشينجز، في منها حاجتين هندرسهم heat of combustion و heat of formation. احنا دلوقتي بنتكلم عن الهيت اوف كومباستشن دلتا اتش سي. عرفنا يعني ايه كومباستشن بصفه عامه، عرفنا يعني ايه heat of combustion والستاندرد heat of combustion، وعرفنا الدلتا اتش بتاعتها لازم بتكون نيجاتيف ساين. طيب لحد دلوقتي تمام. طب احنا يا مستر هندرس الكومباستشن بروسيس دي على اي سبستانسز؟ هنتكلم فيها يا اولاد في الليسون بتاعنا ده عن الاورجانيك سبستانسز. مين هي الاورجانيك سبستانسز الاول يا ولد؟ مين هي المواد العضويه؟ هتقول لي يا مستر اي ماده فيها الكربون والهيدروجين. الماده اللي بيكون فيها عنصر الكربون والهيدروجين مع بعض بيسموها باسم اورجانيك سبستانس، زي الميثين جاز، زي البيوتين جاز، زي مثلا الشوجر، السكر اللي هو الجلوكوز شوجر، كل الكلام ده يعتبر يا ولاد اورجانيك سبستانس. يبقى دلوقتي احنا كلامنا عن الاورجانيك سبستانس لايك مين؟ like fuel and glucose، زي احتراق الوقود. طبعا الوقود، الفحم والبترول والحاجات دي كلها تعتبر organic substances. like glucose sugar، السكر. طبعا احرق انت السكر كده حطه على النار هتلاقيه بقى لونه اسود. ليه يا مستر؟ لان انت خلصت منه الاكسجين وطبعا والهيدروجين طلعته منه، وتبقى الكربون الفحم فلونه اسود شويه زي ما انتوا بتشوفوه كده. طيب يبقى معنى كده ايه؟ ان any combustion of organic substances like fuel and glucose sugar produces what؟ بينتج ايه يا ولاد؟ بينتج منه او ينتج عنه ثلاث حاجات. مين هو؟ لو حرقت ايه الاورجانيك سبستانسز، تمام؟ like glucose sugar like fuel وقود produces، ينتج ايه يا مستر؟ هينتج يا ولاد water H2O، carbon dioxide CO2، and heat energy اللي احنا بنتكلم عنها بقى. واحنا اتفقنا ان الانرجي اللي بتطلع دي يا اما تكون heat energy يا اما تكون light energy يا اما تكون both of them، هما الاثنين مع بعض. طيب خلاص يا مستر، يعني انا معنى كده يا مستر من الاخر اي reaction هيكون فيه combustion process لorganic substance لازم اطلع الناتج بتاعي H2O وcarbon dioxide plus energy. برافو عليك. طيب يلا بقى عشان نستعد. What is meant by the standard heat of combustion of glucose equal negative 2808 kilojoule per mole؟ طبعا تفهم ايه؟ ان حرارة الاحتراق بتاعت 1 مول من الجلوكوز
بايكوال الرقم ده او جلوكوز ايكوال الرقم ده. هتقول له this means that the release the energy of 1 مول of glucose is completely combusted، اللي هو بيتحرق كامل مول من السكر تحرقه حرق كامل. ان exists amount of oxygen under، بص لازم تكتب الجمله دي قدام، بيسالك على مين؟ بيسالك على الستاندرد هيت اوف كومباستشن ستاندرد. فلازم تقول له ايه؟ هتكتب له الديفينيشن عادي خالص وتقول له under standard conditions equal كذا. مستر ما بيجيلناش definitions في الامتحان. اوكي ممكن يجي لك ده ويقول لك اختار بقى، هل الهيت اوف كومباستشن ولا الستاندرد هيت اوف كومباستشن؟ طبعا لما يقول لك بقى under conditions او under standard conditions، او ممكن ما يحددها لكش كده، ممكن يقول لك ايه under temperature under room temperature and atmosphere 1 atmosphere، طبعا دي معناها الستاندرد كونديشن، فساعتها تختار اللي هي الستاندرد هيت اوف كومباستشن. يا رب نكون فهمناها يا ولاد. طيب نبدا بقى بالاكزامبلز اللي عندنا، اللي هي الكومباستشن اوف ستاف جاز، اللي هو البيوتاجاز، اللي هو الغاز الطبيعي يا ولاد اللي عندنا في البيت ده، اللي هو ازاي بيتحرق او الانابيب بتاعه الغاز دي ازاي بتتحرق او ايه اللي بينتج عنها. تعالوا نشوف. طبعا الستاف جاز اللي هو البيوتاجاز is a mixture of propane اللي هو C3H8 and butane gas. طيب يعني يعتبر هو خليط من البروبان والبيوتان يا ولاد، نوع من الجاز طبعا هنعرفها ان شاء الله بعد كده في الاورجانيك كيمستري. طب يا مستر لما بنحرقهم هيطلع ايه؟ هزعل منك، احنا لسه قايلين من شويه بنطلع مين؟ ووتر فيبر، بنطلع كربون دايكسايد، وبنطلع انرجي. طبعا لارج اماونت اوف انرجي which is used in cooking food and has other uses، طبعا اللي هي الحراره بقى اللي بنستخدمها في طبخ الطعام. طيب الايكويشن دي هي اللي بتشرح لك ازاي حصلت عمليه الكومباستشن. تمام كده؟ طبعا المفروض احط هنا المثلث كده. ادي البيوتين جاز يا اولاد اللي هو C3H8 جاز ستيت. طبعا اتفقنا في الثيرموكيميكال ايكويشن لازم اكتب الستيت بتاعتنا، الحاله بتاعتنا جاز ستيت. رياكت ويز اوكسجين جاز O2، مستر الناتج هيطلع ايه؟ اوعى تكتب حاجه غير الكربون دايكسايد والووتر فيبر. مستر طب الوزن، اوزن بقى، تعالى معايا كده. يعني لو انا كتبتها لكم فوق يا اولاد، انا بكتب الرياكشن اهو، هكتبها لك هنا فوق تاني اهي، اللي هي طبعا البيوتين جاز اللي هي C3H8، طبعا الحاله بتاعتها جاز ستيت، بلس اكسجين، هكتبها اكسجين بس اهو. انت عارف ان الاكسجين O2، لسه بقى مش عارف تحط 3 ولا 4، بس نتعلم ازاي نوزنها يا اولاد. هيطلع طبعا اتفقنا يا مستر بيطلع ايه في النواتج بتاعتنا، اكتب لي كربون دايكسايد ووتر فيب، توكل على الله كده تمام. طب وبعدين يا مستر هتروح عامل ايه؟ يلا بقى ركز معايا، عندك كام هيدروجين هنا؟ 8 وهنا 2 يا مستر. طب خلي لي بقى دي 8، احط 4 يا مستر بره هنا، برافو عليك. بقى 4 تايمز 2 8 هيدروجين، وهنا 8 هيدروجين، الهيدروجين اتظبط يا ولد. تعال نشوف لي الاكسجين، 4 اكسجين. ما هي الفور دي بتاعت الاتش وبتاعت الاو، 4 اكسجين وادي 2، يبقى هنا 6 اكسجين يا مستر. طب هنا كام؟ هنا يا مستر 2 اكسجين، 2 اكسجين صح كده؟ طيب استنى عليا شويه. طيب ايه رايك هنا الكربون كام؟ هنا يا مستر 3 كربون، وهنا كام؟ واحده. طب ما تظبط لي الكربون الاول، حط لي 3، يبقى 3 كربون، بس بقى كام اكسجين هنا؟ 6 يا مستر، وهنا 4، يبقى 10 هنا في 2 واعطوه مني 6 اكسجين 3 تايمز 2 وادي 4 اكسجين كده 10، هنا 10 اكسجين، هنا كام في الناحيه دي؟ 2. ال 2 دول هتخليهم 10 ازاي؟ تحط لي هنا 5 كده، انت وزنت معادلتك وظبطت معاك. طيب ارجع بقى للرياكشن بتاعنا. الكومباستشن اوف بيوتين جاز ده يا اولاد مع الاكسجين اكزيست اماونت اوف اكسجين، هو شايف 5 اكسجين موليكيولز تمام، طلع لي كربون دايكسايد ووتر فيبر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وخرجت ايه؟ خرجت يا مستر هيت ايكوال 2323.7 كيلو جول بير مول. نيجاتيف طبعا ليه يا مستر؟ لان هي طبعا بتكون ريليز دي انرجي، فخدت الساين نيجاتيف. تمام كده يا اولاد؟ في ناس ممكن تكتبها بطريقه ثانيه، في واحد يقول لي يا مستر انا لما كتبتها كتبت بلس 2323.7 كيلو جول، صح؟ ما انت هنا مخليها بلس، يعني ايه؟ يعني انت كانك بتقول ان مع الاثنين دول، مع الاثنين دول خرجت دي كمان الحراره دي. واحد تاني يقول لي لا يا مستر انا ما بحبش اعملها كده، انا بعمل كوما واروح كاتب دلتا اتش ايكوال نيجاتيف 2. برافو عليك، مفيش مشكله، الاثنين صح. طيب النوع الثاني او الاكزامبل الثاني عندنا ده كان الكومباستشن اللي فات ده يا اولاد، كان الكومباستشن اوف
ستوف جاز اللي هو بيوتين جاز، خدنا الاكزامبل ده تمام. طبعا ده الجراف بتاعها، ادي الرياكتنس، وطبعا الرياكتنس بتكون هي اللي فوق والبرودكتس هي اللي تحت، لانه بيكون اكزوثيرميك رياكشن تمام كده، كومباشن. وادي الدلتا اتش سي، ادي اللي هي طبعا الستاندرد هيت اوف كومباشن. طيب يلا يا مستر نشوف اكزامبل تاني. تعالوا نشوف الكومباشن اوف جلوكوز انسايد ذا بودي اوف ليفينج اورجانيزمز. احتراق السكر يا اولاد في جسمنا، طبعا it is one is a very important combustion reaction. هو بيقول لك ان هو reaction مهم جدا، وبيدينا طبعا ال energy needed to perform the vital processes. يعني هو لما بتاكل ويكون في جسمك سكر ومواد سكرية، جسمك يبقى فيه طاقة تقدر ان انت تعمل ال vital processes بتاعتك اللي هي العمليات الحيوية بتاعت جسمنا. طيب مستر عايزين نشوف الاكزامبل. C6H12O6 solid، ادي الجلوكوز sugar ده الرمز بتاعه، بلس 6O2 جاس، طلع لي الناتج هيطلع يا مستر كربون دايكسيد ووتر، ما فيهاش كلام. والعب بقى انا في الوزن بتاعها لحد ما اظبطها تمام. وطلعت الدلتا اتش سي اللي هي الهيت اوف كومباستشن ماينس 2808 كيلو جول بير مول تمام. ده اكزامبل تاني يا اولاد. تعالوا نشوف بقى ازاي نحل البروبلمز على الجزئيه دي، اسهل ما يكون، اسهل انواع البروبلمز يا اولاد ان شاء الله سهله. بقولك if the combustion of 1 mole of ethanol، طبعا الكحول C2H5OH is minus أو negative 1367 كيلو جول بير مول ماشي. هو بيقولك ان 1 مول من الإيثانول تمام اللي هو الإيثايل الكحول لما تحرقه يطلع لك الهيت دي، ممتاز تمام. اول حاجة بيقول لك write the thermochemical equation which expressing the reaction. اكتب لي الاكويجن يا ولاد اللي بتعبر عن الرياكشن ده. تقول لي يا مستر وانا عارفها منين؟ والله هزعل منك، مش احنا اتفقنا في الكومباستشن بتاعت الorganic substances النواتج معروفة. يلا مشي معي. C2H5OH تمام؟ plus طبعا which state، طبعا يا مستر الايثايل الكحول ده بيكون liquid state. طيب بلس عندك مين؟ اكسجين جاز طبعا O2. استنى بقى على الوزن شويه، عملت له combustion احتراق، قام طلع ايه يا مستر؟ طبعا لازم نطلع كربون دايكسايد يا اولاد ووتر فيبر H2O، وهعمل كوما كده واكتب له الدلتا اتش اللي هو بيقول لي عليها اللي هي minus 1367 كيلو جول بير مول، صح كده؟ طبعا تكتب اليونت كيلو جول بير مول. طيب نوزن يلا مستر، انا هنا عندي هنا 6 هيدروجين، فين هما؟ ادي 5 وادي 1 كده 6 هيدروجين. هنا كام هيدروجين؟ 2 بس يا مستر، خلاص خليها لي 6، ايه المشكله؟ حط لي هنا 3، 6 هيدروجين كده ظبط الهيدروجين. طيب كام اكسجين؟ ادي 3 اكسجين يا مستر، وادي 2 يبقوا 5، وادي يا مستر 2 بس وواحده 3، لا كده الاكسجين مش مظبوط يا مستر. طب انا بفكر كانك في الامتحان. طيب تعالى يا مستر نشوف الكربون كده، كم كربون دول يا ولاد؟ 2 يا مستر وهنا 1، يبقى لازم اخلي دي 2. بقوا كم اكسجين دلوقتي؟ 4 يا مستر وهنا 3 يبقوا 7. حلو برافو عليك. ادي طب هنا 2 حط هنا 3 يبقى 6 اكسجين، وادي الواحده بقوا 7 كده، اتظبطت الايكويشن بتاعتك وده بقى شكلها النهائي يا اولاد. طيب ارجع بقى اجيب المولر ماس من الايثايل الكحول، هقول كده المولر ماس اوف ايثايل الكحول اللي هي C2H5OH، اعذروني بقى في الخط يا اولاد. الكربون عندي 2 يا مستر تايمز الكربون هو قال لي ب 12 بلس الهيدروجين 5 اتومز والواحده ب 1 بلس اكسجين 16 بلس هيدروجين تاني ب 1. لو انا حسبت كل ده هيطلع فيها 46 طبعا اليونت بتاعتنا جرام بير مول. طيب خلي بالك بقى ده يا اولاد المولر ماس. طب هو يا مستر قال لك احنا حرقت قد ايه؟ حرقت 1 مول.
الوان مول ده اللي انت حرقته اللي هو يعتبر كام جرام؟ خلينا نتكلم بالمولز بقى. ليه؟ لان بقول لك تاني واحده طالب منك ايه؟ بيقول لك كالكوليت ذا انرجي ريليزد فروم ذا كومباستشن اوف 100 جرامز. عارف لو كان قال لك مثلا 2 مولز كنا هنشتغل من غير ما نحول خلاص المولر ماس. لكن هو شغال بالجرامز. خلاص يبقى انا بما اني حولت لك لجرامز يبقى اقول له ال 46 جرامز بتوعك دول كانوا بيطلعوا لي اللي هو 1 مول يعني يا اولاد. معلش ركزوا معايا. مش انا حسبت دلوقتي المولر ماس بكام جرام من السايل الكحول؟ 46. يبقى ال 1 مول ده بيطلع لك الرقم ده اللي هم ال 46 جرام بيطلع لك نيجاتيف 1367. طب انت بتحرق بقى كام جرام؟ 100 جرام. كالكوليت ذا انرجي ريليزد فروم ذا كومباستشن اوف 100 جرام. 100 جرام بقى مش 46 جرام، يبقى ال 100 جرام هيطلعوا لك كام؟ كروس مالتيبليكيشن هقول له كده يبقى ساعتها 100 تايمز نيجاتيف 1367 اوفر 46. الكلام ده يا اولاد بالكالكوليتر يطلع فيها نيجاتيف 2971 كيلو جول. يعني المول من الايثايل الكحول بيطلع لك الحراره دي. المول اللي هو كام جرام؟ 46. امال ال 100 جرام بقى يطلعوا لك كام؟ اكيد اكتر يا مستر، انت كنت بتحرق 46 جرام ايثايل الكحول طلعوا لك 1367. طب لو حرقت بقى 100 جرام هيطلع لك الرقم ده يا اولاد 2971 طبعا جرام بير. لو طلع طبعا كسر على الاله بوينت كذا اكتبها عادي مفيش مشكله خالص. يا رب نكون فهمنا. اكزامبل نمبر 2 بيقول لك هيدروجين جاس از بيرند وين ات يوزد ان ا فيول ان طبعا سوري وين ات يوزد از ا فيول استخدم كوقود ان سبيس شيب في سفينه الفضاء اكوردنج تو ذا فولوينج رياكشن على حسب الرياكشن ده. وهو الراجل المره دي كاتبه لك جاهز. طب ليه يا مستر بقى ما طلعش الكربون دايوكسيد؟ لان ده مش اورجانيك سبستنس، دي مش اورجانيك سبستنس يا ولاد. تمام. ومديك الدلتا اتش سي اللي هي طبعا الهيت اوف كومباستشن. مستر دي مش الستاندرد. ها برافو عليك، دي مش الستاندرد، مش عليها النود اللي فوق، مش عليها الاول اللي فوق دي يا ولاد. طب كالكوليت ذا ستاندرد هيت اوف كومباستشن اوف هيدروجين جاز. عايز بقى الستاندرد هيت. طب مستر دي نحسبها ازاي؟ طيب الاول اسال نفسك هي الستاندرد هيت اوف كومباستشن هي تعتبر الكومباستشن اوف ايه؟ هتقول لي يا مستر اكيد الكومباستشن اوف 1 مول اوف سبستنس. تمام ات ستاندرد كونديشنز، برافو عليك. هل دول 1 مول؟ لا يا مستر، دول 2 مولز من الهيدروجين. هو عايز الستاندرد هيت اوف كومباستشن اوف 1 مول من الهيدروجين. هتروح قايل له كده دلتا اتش نوت سي ايكوال، هتروح قايل له نيجاتيف 484 اوفر اللي طبعا دول 2 مولز، ال 2 مولز بيدوك الكميه دي. هو انا عايز بقى 1 مول يبقى divided 2 هيطلع فيها يا مستر negative 242 كيلو جول بير مول. طيب انا كده جبت مين؟ كده انا جبت يا اولاد الستاندرد هيت طبعا of combustion of hydrogen gas. نمبر بي بيقول لك calculate the released energy from the combustion of 1 جرام من الهيدروجين. انا عايزك تقول لي ال 1 جرام من الهيدروجين هيطلع لك حراره قد ايه؟ تقول لي يا مستر امال دول كام جرام؟ تعالوا نحسبهم. انت عندك الهيدروجين 2، عندك 2 اللي في بره تايمز، عندك كم اتومز من الهيدروجين؟ عندي يا مستر 2. والهيدروجين معروف بكام؟ الهيدروجين معروف ب 1، يطلع 4 جرامز. يبقى اللي قدامك دول 4 جرامز، يبقى ال 4 جرامز طبعا بير مول. ال 4 جرامز بيطلع لك هيت ايكوال ماينس 484. هو مش عايز 4 جرامز، هو عايزك الحرق جرام واحد بس. يبقى ال 1 جرام هيطلع لك ايه؟ انا مش عارف دي 1 جرام دي 1 يا ولاد. يبقى ساعتها هقول له ال 1 تايمز نيجاتيف 484 اوفر 4. الكلام ده يطلع فيها نيجاتيف 121 طبعا دي اليونت بتاعتنا كيلو جول. ادي كميه الحراره اللي بتطلع كيلو جول 121 كيلو جول. يا رب نكون فهمناها كده. خلصنا الستاندرد هيت اوف كومباستشن. ان شاء الله الجزء اللي جاي اخر جزء هنخلص فيه هيت اوف طبعا فورميشن ونتكلم عن هيسلو. يا رب نكون فهمناه. انتظروا مراجعه فيزيكس النهارده ان شاء الله مهمه. بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.